خطة وزارة الصحة المنفذة عن طريق دائرة صحة كربلاء والدوائر الساندة بما فيها مركز الوزارة ومديرية العمليات تتمثل بثلاثة محاور. المحور الأول وهو المحور الوقائي، أيضا المحور الوقائي فيه ثلاث محاور. المحور الأول وهو فرق التوعية الصحية، هناك فرق مدربة تنتشر في كافة أنحاء محافظة كربلاء المقدسة تقوم بالتوعية بما يتعلق بالصحة العامة وشروط النظافة وشروط التغذية الصحية ونصح المواكب وتقديم المشورة والتوعية لهم. والمحور الآخر يتعلق بفرق الرقابة الصحية التي تقوم بأخذ عينات من الغذاء والأشربة المقدمة للزوار الكرام وفحصها في مختبر الصحة العامة ومراقبتها مرة من الناحية الفيزيائية ومرة من ناحية الفحوص المختبرية. والمحور الآخر ضمن الصحة العامة هو محور الاستجابة السريعة، هناك فرق جوالة متدربة تجوب المحافظة سيرا على الأقدام تحمل معها كافة معدات الإسعافات الأولية لا سامح الله في حال تعرض أي زائر من الزوار إلى أزمة صحية، تكون هذه الفرق على استعداد تام بالاستجابة السريعة وتقديم الإسعافات الأولية لحين نقله عن طريق سيارات الإسعاف إلى المراكز الصحية المخصصة لتقديم الخدمات الصحية للزوار الكرام. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني الخدمات العلاجية. الخدمات العلاجية تتمثل أولاً بخدمات الموجودة في مركز المدينة، وهي خدمات مقدمة من العتبات المقدسة من خلال مراكز طوارئ، إضافة إلى الفرق الصحية والمراكز الصحية لوزارة الصحة لدائرة صحة كربلاء. هذه المراكز تقدم خدمات، مرة تقدم خدمات الطوارئ ومرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، منتشرة في كافة أنحاء المحافظة، يديرها كادر طبي وصحي وتمريضي، قسم منا من دائرة صحة كربلاء والآخر من دوائر الصحة في العراق، متطوعين جاءوا إلى محافظة كربلاء لتقديم الخدمات مرة مع العتبات المقدسة ومرة أخرى مع وزارة الصحة. أيضا مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات العتبات ومستشفيات القطاع الخاص في محافظة كربلاء كلها مستعدة لتقديم الخدمات العلاجية ومجهزة بالأدوية المستلزمات المعدات الطبية، هناك فرق طبية، كل العاملين في دائرة صحة كربلاء والكوادر الساندة والمتطوعين يعملون على مدار الساعة 24 ساعة، إضافة إلى خدمات العمليات والخدمات الطارئة متمثلة بسيارات إسعاف بحدود 100 سيارة إسعاف موزعة بشكل دقيق على محاور الزيارة وعلى مسار عزاء طويريج بنقاط ثابتة، بالإضافة إلى أسطول آخر للحالات لا سمح الله الطارئة مستعد خارج المدينة. الطرق مؤمنة، الأدوية متوفرة، المستلزمات الطبية متوفرة، إن شاء الله مستوى الخدمات راح يكون مستوى عالي ومرضي